معليش خليك حتى ما تكونش سي معزوزي. اولا كنا نحكموا فئة الحراقة، هي فئة نتاع الشباب الاكثرية، لا ربما في حالات خاصة وانت قاطع بالضبط يعني مش ما كانش عائلات كاتيجوري الشباب خاصة الشباب سمعت يعني شباب هذه واحدة، والشباب البطال في اغلب الاحيان الشباب البطال كما نقولوا حنا الحيطيست، كان واحد المصطلح حيطيست دبلومي لا كاين يعني كاينين يعني بكورسا درك يعني الحراقه الاغلبيه الساحقه هم الشباب واحيانا بدون كفاءه كذلك صح في حالات خاصه كما الطبيب هذا ربما كما هذا الرياضي موجوده. لما تقول مثلا سي ديو على الاكسبريسيون بوليتيك مي هذا عاده ماهمش مناضلين يعني التفكير تاعهم هو نعم سامحني هو التفكير تاعو زوبسيرفاتور سامحني لا لا انشغالات انيه انشغالات يحب خويا تكون كما قال لك عنده دار عنده حنونته عنده حبيبته عنده هذه هي سامحني هذو الشباب واش هذه هي بكل صراحه لازم احيانا نكونوا صراحه.